هنبدأ النهاردة نشرح للسبيد كنترول اوف 3 فيز اندكشن موتور. يعني ايه؟ ازاي نتحكم في سرعة الموتور؟ يعني ايه نتحكم في سرعة الموتور؟ انا لو ما اقدرش المواتير الـ 3 فيز اندكشن موتور اسمها مواتير ذات السرعات الثابتة، يعني اول ما بنديها كهرباء سرعتها تقريبا مالها ثابتة. سرعتها ثابتة يعني ايه؟ يعني ما صعب ان انا اتحكم في السرعة بتاعتها. ده كان عيب من اكبر عيوب الاندكشن موتور. ايه ميزه الدي سي؟ ميزه الدي سي ان سهل ان انا اتحكم في سرعته، اوصل بسرعته من 1000 مثلا لغايه زيرو بطريقه سهله وسموث وما شابه ذلك. عيب الدي سي، عيب الدي سي في الصيانه وفيها براشلس ووزنها تقيل وعيوب كتير. طب ايه ميزه الاندكشن موتور؟ ميزه الاندكشن موتور ان هو ما فيهوش ايه؟ ما فيهوش صيانه، او الصيانه بتاعته قليله جدا. ايه عيبه؟ ان انا صعب ان انا اتحكم فيه، فان انا ما اقدرش اتحكم فيه. فبالعيب دوت خلاني ما اقدرش استخدمه مثلا في المترو زمان قبل ظهور الالكترونكس، ما اقدرش استخدمه في المترو. ليه؟ لان انا صعب التحكم فيه. فمش معقوله مثلا ايه المترو ماشي فاول ما يقرب على المحطه نقول ايه مثلا على الساده الركاب انه كل جاهز عشان اول ما يقرب من الرصيف ما بنعرفش نتحكم فيه، ما بنعرفش نتحكم في السرعه بتاعته يعني. كله نط فهمتها؟ او مش عارفين نتحكم فيه. عشان كده المترو القديم كان معمول بايه؟ دي سي. والمترو الجديد ليه؟ لان ظهر الفاريبل فريكوانسي درايف اللي هو قدر يخليه اقدر اتحكم في الاندكشن موتور بشكل ماله سموث فحصلت بعد الفاريبل فريكوانسي درايف على 3 فيز اندكشن موتور ما فيهوش صيانه والفاريبل فريكوانسي درايف سهل ان انا اتحكم فيه. تمام كده؟ ازاي انا اتحكم بقى في 3 فيز اندكشن موتور؟ رقم واحد بقى اول حاجه نعرف ان سرعه الموتور، فين سرعه الموتور هنا؟ سرعه الموتور هي نقطه التقاطع بين التورك سبيد بتاع 3 فيز اندكشن موتور والتورك لود بتاع اللود. ده التورك لود مثلا كونست. نقطه التقاطع ديت هي اللي بتمثل لي السرعه ديت ان واحد. يبقى رقم واحد نقطه التقاطع بين التورك اوف الاندكشن موتور منحنى العزم الاندكشن موتور والتورك لود تمثل سرعة الموتور. يبقى نقطة التقاطع ديت هي اللي بتمثل لي سرعة الموتور. عشان اتحكم في سرعة الموتور حتى يمكن التحكم في سرعة الموتور بسرعة الموتور لابد من ايه بقى؟ غير نقطة التقاطع، تغيير نقطة التقاطع. مش هتحكم في السرعة يبقى غير نقطة التقاطع دي. عندي طريقتين عشان اتحكم في نقطة التقاطع. اما انا اغير الكيرف او المنحنى بتاع التورك لود اعليه مثلا او نقطه التقاطع اتغيرت او انزله، او ان انا اتحكم في المنحنى التركي بتاع الاندكشن موتور اخليه مثلا يتحرك يمين وشمال. تفتكر انهي طريقه هي؟ طبعا الكيرف، لان اللود زاد. انهي كيرف؟ الكيرف بتاع المنحنى بتاع الاندكشن موتور. ليه ما تغيرش في المنحنى بتاع اللود؟ اللود ده ثابت. ما اقدرش انا مثلا اقول ايه؟ واحنا راكبين مترو عاوزين نزود سرعة المترو يا جماعة فنعمل ايه عشان نزود سرعة المترو؟ نص الركاب ينزلوا عشان المترو يطلع يجري بسرعة. فاهم انت؟ او ايه مثلا عشان نقلل سرعته قوم مليون واحد ينط فوق المترو عشان خاطر ايه؟ سرعته لا اللود ده احنا اللي مالنا ما نقدرش نتحكم فيه، ده اللي احنا بنخدمه. يبقى لازم انا التورك لود ده انا مجبر عليه، ايه اللي انا اقدر اغيره بقى؟ الكيرف بتاع مين؟ ها؟ التورك بتاع الاندكشن موتور. منحنى التورك بتاع الاندكشن. يبقى احنا كده يبقى لازم يبقى ثلاثة لا يمكن ان نتحكم في ايه بقى؟ في منحنى التورك لود. لان ده احنا بنخدمه. خلاص كده؟ اذا لتغيير نقطة التقاطع لازم ان ايه؟ لتغيير نقطة التقاطع اللي هي سرعة الموتور يعني اللي هي سرعة الموتور مع
بس ما نعمل ايه؟ لابد من تغيير ايه؟ منحنى الموتور. منحنى عزم، منحنى عزم الموتور، عزم الموتور اللي هو التورك بتاع التورك سبيد بتاعه الاندكشن. يبقى لازم انا اغير المنحنى بتاع الايه الموتور دوت، يحركه مثلا يمين او شمال، فنقطة التقاطع تتغير فالسرعة بتاعته مالها هتتغير. تمام كده؟ طب عشان انا اتحكم بقى اعرف المنحنى ده بيروح يمين ولا شمال، لازم اتنين، لازم اعرف ايه القانون بتاعه. فانا عندي منحنى التورك بتاع الاندكشن موتور ده اللي هو التورك ديفولوت كان بيساوي اي جاب على اوميجا اس، والبي جاب زد بتساوي 3 اي 2 داش تربيع اي 2 داش على اس. القانون هيبقى 3 بي جاب اي 2 داش تربيع اي 2 داش على اس ودي اوميجا اس. بشيل التيار واحط مكانه القيمه بتاعته اللي هي البي على جاز ار 1 زائد ار 2 داش على اس لكل تربيع من الاكس ايكوبلان تربيع. يبقى القانون دوت يساوي 3 اي 2 داش تربيع هرفع دوت هتبقى في فيز تربيع على، لو انا عاوز اي تربيع اخلي دي تربيع واشيل الجذر يبقى ديت اي تربيع اي 2 داش تربيع كل الكلام ده على ار 1 زائد ار 2 داش على اس الكل تربيع زائد اكس ايكوال تربيع ديت كلها اي 2 داش تربيع فار 2 داش اوميجا اس اس. ده القانون بتاعي. القانون دوت بيديني الشكل ده يا باشمهندس. الشكل ده في الاخر انا هقسمه لخطين مستقيمين، الخط دوت هسميه التورك في اللود، ده التورك في اللود، والخط دوت هسميه معدل مثلا التورك ستارت. يبقى المعادله ديت هنقولها في الاخر الاثبات بتاعها بتتقسم الى معادلتين وخط مستقيم، واحده بتاع التورك ستارت اللي هي معادلة الخط المستقيم اللي هو الجزء دوت، واحدة بتاع التورك كلود. هنلاقي التورك ستارت وهناخد الإثبات ده في نهاية المحاضرة، هنلاقي التورك ستارت ده بيساوي 3 في فيز تربيع على أوميجا إس إكس إيكويفلنت تربيع مضروبة في أر 2 داش، وهنلاقي التورك كلود ده بيساوي 3 في فيز تربيع على اوميجا اس ار 2 داش اس. نقطة التقاطع بتبقى في الجزء بتاع التورك ستارت ولا التورك فول لود؟ نقطة التقاطع في الجزء ده ولا في الجزء دوت؟ الجزء الفول لود التورك اللي هو الجزء دوت اللي هو التورك ايه يا باشمهندس؟ فول لود هنسميه التورك فول لود. ده نقطة الايه؟ التقاطع. التورك فول لود ادي المعادلة بتاعت ادي ده يمثل اهو الجزء ده هو التورك اللي هو المعادلة بتاعته دي. دي جت منين بس تاني يا دكتور بس المعادلة؟ هنثبتها في الآخر. وبالتالي هلاقي إن الخط اللي هو الخط المستقيم اللي بيتقاطع مع اللود التورك في اللود بيساوي 3 في فيز تربيع على أوميجا إس ار 2 داش مضروبه في اس. دي المعادله بتاعتنا. يبقى ايه المعاملات اللي اقدر لو اتحكمت فيها اقدر احرك الكيرف دوت يمين وشمال، وبالتالي نقطه التقاطع هتتغير وبالتالي سرعه الموتور هتتغير هتبقى تظهر هنا. طب عاوزين نقول التورك في اللود يتناسب مع ايه؟ فاقول لو شلنا الاوميجا اس ديت هتبقى 3 دي فيز تربيع في اس، شيل اوميجا اس 4 باي في الفريكوانسي على البول
في ار 2 داش، يعني التورك في اللود يساوي 3 دي فيز تربيع في اس 4 باي في الفريكوانسي، والبول يطلع فوق وار 2 داش يتقلل. يبقى انا لو قدرت اتحكم في الفولت او البول او الفريكوانسي او اضيف مقاومه للروتور ريزيستنس، معادله التركي في اللود هتتغير، وبالتالي الخط دوت هيبدا ماله يتغير، وبالتالي نقطه التقاطع تتغير، وبالتالي يبقى سرعه الموتور ايه قدرت ان انا اغيرها او اتحكم فيها. يبقى كده المعادله دي بتقول لي ان التركي في اللود يتناسب مع الفي تربيع، الفي فيز تربيع في البول على الفريكوانسي وار 2 داش ودي اس. ديت الحاجات اللي انا لو قدرت ان انا اغيرها هتعرف ان معادله المنحنى بتاع التورك بتاع الاندكشن موتور هتتغير، وبالتالي التقاطع هتتغير، وبالتالي السرعه هتتغير. يبقى نخش بقى على الموضوع الثالث، ازاي ايه بقى طرق التحكم في الايه؟ طرق التحكم في سرعة الموتور. رقم ثلاثة الميثودز اوف الديسبيشن. ازاي اتحكم في سرعة الموتور؟ ان انا اغير الفولت، هيبقى فاري فولت. تاني طريقة ان انا اغير ايه يا باشمهندسين؟ ها؟ فيرينج. تالت طريقة ان انا اضيف مقاومة، ليه؟ ادينج اكسترنال ريزيستنس. ان انا اضيف مقاومه فوق الروت لطريق من داش. رابع مقاومه، رابع طريقه ان انا اقدر اتحكم فيها بيرينج البولز. خامس طريقه اقدر اتحكم فيها ان انا اتحكم في حاجتين مع بعض. يبقى اقدر لو غيرت البول، غيرت الفريكونس، ضفت ار ايه، او حاجتين مع بعض، ان انا اغير مثلا الفولت والفريكونسي يبقى بيرنج فولتج بيرنج فريكونسي. يبقى دي طرق السبيد كنترول في الاندكشن موتور. تعالى نمسك بقى اول طريقه، وعاوزين بقى نعمل ايه؟ كيف بقى نتوقع المنحنى الايه الجديد؟ عاوزين نعرف ازاي نتوقع المنحنى الجديد كل ما ايه نغير الفولت، ايه اللي هيحصل في شكل المنحنى بتاع التورك سبيد بتاع الاندكشن موتور. فانا عندي المنحنى بتاع التورك سبيد كاركترستيك اندكشن موتور في ثلاث نقاط بتحددها لي. النقطة الأولانية اللي هي التورك ماكس، النقطة الثانية اللي هي الـ NX، النقطة الثالثة اللي هي الـ SMAX. الثلاث نقاط دول هو اللي يحدد لي شكل المنحنى بتاع الإندكشن موتور. فنلاقي مثلا عاوز اشوف التركي ماكسيمم بيتناسب مع ايه. فلو قلنا مثلا التركي ماكسيمم القانون بتاعه 3 دي فيز تربيع على 2 اوميجا اس اكس ايكوالنت، ده القانون بتاعه. انا عاوز اشوف بيتناسب مع ايه.
اشوف الاوميجا اس بتساوي 4 باي في الفريكوانسي عندي يتناسب مع اشيل ايه الثوابت، يبقى الاوميجا اس تتناسب مع ايه الثوابت؟ الاربعه ثابت وايه الباي ثابت، يبقى اوميجا اس، يبقى اوميجا اس تتناسب مع الفريكوانسي عنده. طب الاكس ايكوفلنت، الاكس يعني اكس ال، الاكس ال اوميجا ال، والاوميجا 2 باي في الفريكوانسي والبيدر. عاوز اقول الاكس ال، الاكس ايكوفلنت ديت ده الاكس ال تتناسب مع ايه؟ هشيل الثواب فطاير الاثنين والباي والال دي ثابت الملف، فتبقى الاكس ايكوفلنت هنا تتناسب مع الفريكوانسي. وبالتالي لما اجي اشوف التورك ماكسيمم، التورك ماكسيمم، التورك ماكسيمم مثلا يساوي 3 بي فيز تربيع على 2 ها وايه اوميجا اس ال 4 باي في الفريكوانسي على البول، دي اوميجا اس في اكس ايكوفلنت 2 باي اللي هو اوميجا اس 2 باي في الفريكوانسي. طير الثوابت وقول لي التوكي ماكسيموم يتناسب مع الثلاثه ثابت، الاثنين ثابت، الاربعه الباي، الاثنين الباي الايه، دي طيرنا الثوابت. اذا التوكي ماكسيموم يتناسب مع في سكوير في فيز تربيع على الفريكوانسي، الفريكوانسي الفريكوانسي تربيع على البول، على البول، البول تطلع فوق ها بتبقى بالشكل ده، يبقى التورك ماكسيمم بيتناسب مع في تربيع فريكونسي تربيع في البول، يبقى التورك ماكسيمم هنا يتناسب مع في تربيع فريكونسي تربيع في البول. دي معناها ايه؟ معناها ان انا لو زودت الفولت التورك ماكسيموم ايه اللي يحصل له؟ هيزيد، هيزيد، يبقى عند نقطة مثلا واحد هنا ها؟ ولا عند نقطة اتنين؟ واحد. اه يبقى عند نقطة واحد. لو قللت الفولت معناها ان التورك ماكسيموم ماله؟ هيقل، هيقل، يبقى ينزل لنقطة كام؟ اتنين. دي معناها، معناها لو زودت الفريكوانسي فالتورك ماكسيموم ماله؟ هيقل. التورك ماكسيموم بدل ما هو هنا ينزل بنقطة كام؟ 2. دي معناها ان التورك ماكسيموم بيتناسب مع في تربيع فريكونسي تربيع في فين؟ تعال نشوف ال ان اس تتناسب مع ايه؟ ال ان اس بتساوي 120 في الفريكونسي على البول، يبقى ال ان اس كده بتتناسب مع ايه؟ هطير كده يا فرنسين الثوابت، يبقى ال ان اس تتناسب مع نطير الثوابت، ايه الثوابت؟ 120، 120، طلعنا ال 120 بتتناسب مع الفريكونسي على البول، يبقى ديت النقطة التانية، ان اس دي تتناسب مع الفريكونسي على البول. معناها ايه؟ ان لو احنا زودنا الفريكونسي ال ان اس مالها؟ هتزيد ولا تقل؟ هتزيد، هتزيد، فبدل ما هي هنا هتبقى فين يا باشمهندس؟ بدل ما هي هنا هتبقى عند نقطة ايه؟ لو قللت الفريكوانسي ال ان اس مالها هتقل، فتبقى عند نقطه مثلا كام؟ 2. واضحه كده يا باشمهندس؟ يبقى ال ان اس بتزيد وتقل هي حسب الفريكوانسي والايه؟ والبول. واضحه دي؟ تمام ماشي. ايه ثالث نقطه بقى لازم ندرسها؟ الاس ماكسيمم. الاس ماكسيمم. ثالث نقطه ندرسها ده الاس ماكسيمم. الاس ماكسيمم بتساوي ار 2 داش على اكس ايكوفلنت. وخدنا احنا اكس ايكوفلنت اللي هي الاكس ال يعني اوميجا ال، والاوميجا 2 باي في الفريكونسي في ال، فالاكس عباره عن الفريكونسي، فيبقى ديت يبقى الاس ماكسيموم بتساوي ار 2 داش على الاكس اللي هي اوميجا ال اللي هي 2 باي في الفريكونسي في ال، عاوزين نقول تتناسب مع، هطير الثوابت ال 2 والباي والال، يبقى الاس ماكسيموم تتناسب مع ار 2 داش على الفريكونسي.
الاس ماكسيموم ديت تتناسب مع ار 2 داش على يبقى انا عندي كده يا باشمهندس قلنا في عشان نتوقع شكل المنحنى الجديد لازم ندرس ثلاث حاجات ال ان اس والتركي ماكسيموم والاس ماكسيموم لان التركي ماكسيموم هيتناسب مع الديتا بتاع الفريكوانسي اللي في البول ال ان اس هيتناسب مع الفريكوانسي على البول الاس ماكسيموم مع ار 2 داش على ايه الفريكوانسي في مشاكل في الكلام دوت نخش بقى في ايه اول حاجه اول طريقه من طرق السبيد كنترول وهي الفارينج فولتج رقم 5 سبيد كنترول واي سبيد واي فارينج فولتج الفارينج فولتج ما اقدرش ازود الفولت لازم اقلل ليه لازم اقلل الفولت ما اقدرش ازود الفولت عن الريتد ليه عوازل المحطوط في المنفذ تحت بالظبط كده لان انا ايه في عازل السلك بتاع الموتور معمول بورنيش ده العادي فلو زودت الفولت عن الريتد فولتج بمقدار معين العازل ده هيتكسر ويحصل العزل ده كله ينهار وبالتالي الموتور ايه يتحرق فلازم الطريقه الوحيده ان انا ما اقدرش ازود الفولت لازم اقلل الايه؟ الفولت يبقى دي اول طريقه ان انا اتحكم في السرعه عن طريق ان انا اقلل الايه؟ الفولت تعالى بقى نشوف الايه المنحنى الجديد عاوزين نتوقع المنحنى الجديد بتاع ادي التركي سبيد كاركترستيك مثلا بتاع الاندكشن لو انا قللت الفولت ولا مثلا حد واحد وثلاثة من الريتد ولا ايوه بس يعني مش هبقى مش هنخاطر يعني يبقى الطريقه المعتمده ان احنا نقلل طب والدي سي برضه نفس الكلام الدي سي نفس فلو احنا عاوزين نشوف بقى الفاري فولتج اول حاجه ندرس الثلاث نقاط التورك ماكسيموم يتناسب مع ايه؟ لو انا قللت الفولت ادي التورك ماكسيموم لو انا قللت الفولت يحصل ايه للتورك ماكسيموم؟ هيقل يبقى التورك ماكسيموم هيتناسب مع الدي سكوير فلو انا قللت الفولت الفولت قل يبقى التورك ماكسيموم ماله هيحصل له ايه يا باشمهندس؟ هيقل يبقى قل يبقى التورك ماكسيموم هيقل فهلاقي يا باشمهندس بدل ادي النقطه بتاع التورك ماكسيموم وديت تتناسب مع الدي تربيع ده هيقل يبقى التورك ماكسيموم هيقل فالنقطه ديت هتطلع لفوق ولا هتنزل لتحت؟ تنزل لتحت تنزل لتحت فادي النقطه الجديده بتاعت المنحنى الثاني دي أول حاجة. ثاني حاجة الـ NS تتناسب مع الفريكوانسي على البول. الـ NS دي تتناسب مع الفريكوانسي على البول. لو الفولت قل الـ NS هتتغير؟ لا. لا لا ليه؟ مفيش هنا فولت خالص. صح ولا إيه يا باشمهندس؟ يبقى الـ NS ديت مالها يا باشمهندس؟ الـ NS ثابتة. النقطة دي ثابتة. فالنقطة دي اللي هي الـ NS ديت تبقى ثابتة. تالت حاجة لو شفت الـ S maximum الـ S maximum هتتناسب مع R2 داش على الـ frequency فيها فولت؟ لا يبقى الفولت اتغير مالهاش دعوة بـ S maximum إذا S maximum مالها كونستنت يبقى النقطة ديت بتاعت S maximum بتاعت القديمة هي الجديدة ارسم بقى المنحنى الإيه؟ الجديد لو رسمنا المنحنى الجديد أهو أدي المنحنى الجديد فين بقى السرعة القديمة وفين السرعة الجديدة؟ اسم اللود فين السرعة القديمة وفين الجديدة؟ فين السرعة اللي اتغيرت دي؟ اسم اللود السرعة نقطة التقاطع ارسم اللود لو رسمنا اللود مثلا من كده ها؟ ادي السرعة نقطة التقاطع الايه؟ بين الكيرف الأولاني والتركي لود ديت الايه؟ دي السرعة القديمة دي ان واحد فين السرعة الجديدة ايه؟ نقطة التقاطع بين الكيرف الجديد والتركي لود ده لو قللت الفولت
ايه اللي يحصل؟ السرعة عملها هتقل. عاوزين نقول ايه عيوب التحكم في الطريقة دي؟ ده المنحنى الاولاني، ده المنحنى الثاني بعد ما قللنا الايه الفولت. عاوزين نقول ايه عيوب التحكم في الطريقة بالايه بالطريقة دي؟ احنا بنقلل السرعة بس. لا رقم غير ان احنا نقلل السرعة. الديس ادفانتج اول حاجة ايه بقى؟ رقم واحد ان التورك ماكسيمم بيقل. طب ده ايه ولا ميزة؟ عشان هي ايه؟ عشان لو الحمل زاد يبقى اثناء التشغيل التورك ماكسيمم اقل. يبقى اثناء التشغيل اول ما اجي احفز عليه حفز غريب خلاص وصل للتورك ماكسيمم ما اقدرش اقدم عليه. الظهير الاولاني لما التورك ماكسيمم يبقى كبير يبقى اثناء التشغيل اقدر احمل عليه الوقت لما اوصل للتورك ماكسيمم. يبقى التورك ماكسيمم قل اهو من هنا ادي التورك ماكسيمم. ده التورك ماكسيمم واحد وده التورك ماكسيمم اثنين. اثنين قل. ايه العيب الثاني؟ التورك ستارت. اثنين التورك ستارت. ان التورك ستارت برضو قل. التورك ستارت ده. ده التورك ستارت. واحد وده التورك ستارت ايه؟ دوت التورك ستارت اتنين. وبالتالي يبقى ما اقدرش ايه؟ استخدم يعني في التورك لود كونستانت بالذات هتلاقي ايه؟ ما تقدرش تقوم مثلا بفولت قليل. وانت بقى حاجة عشان خاطر ممكن يقل عن التورك ايه؟ التورك لود فما يقومش. فديت الايه؟ العيبين في خاصية فيها الخاصية بتاعته ان السرعة هنا ممكن ازودها ولا لازم انها تقل؟ دي ايه؟ يبقى بتستخدم في كل ما اقلل الفولت السرعة مالها تقل. في بقى معقوزة مهمة جدا ان احنا عاوزين نشوف كل ما هقلل الفولت ايه اللي هيحصل وايه انسب لود نقدر نعمل بيه الايه السبيد كنترول باي فالينج فولت. هنشوف هنشوف السبيد كنترول باي فالينج فولت ايه اللي هيحصل. ادي مثلا لو عندي مثلا ايه التورك لود ده كده التورك لود كونستانت بالشكل ده. لو انا قللت الفولت فالمنحنى هيقل بالشكل ده كده اهو. طيب دي نقطة التقاطع الجديدة دوت ان واحد هي نقطة التقاطع القديمة ان واحد سرعته القديمة دي نقطة التقاطع الجديدة ان اتنين. خلاص هتقول لي مش هقول لا انا اثناء التشغيل قللت الفولت فهتبقى ديت نقطة التقاطع الجديدة. قلل الفولت اكتر من كده عاوزين